ما زلنا معاكم في لباس على قناة التاسعة. العب معنا واربح 10 ملايين كاش بطريقة سهلة جدا. العشرة ملايين ينجموا يكونوا من نصيبك بعد ساعة على 85 840، وجاوب على قد ما تنجم الأسئلة باش تقوي حظوظك. العشرة ملايين تستنى فيك ساعة على 85 840، والعشرة ملايين من نصيبك. اليوم الضيوف على ذوقك، ذوقك القديم والجديد. والله صحيت يعني 66 كيف. فوالا مريم، انا وياك متشابهه شويه اذواقنا. فوالا يلا، اما هذا بدلنا له شويه صحه راس الفنيه الذوقيه اللي فيه. معناتها قلنا راهو فما حاجات اكيد. فوالا، شكون تتغني انت تو في الكواليس مريم؟ يا نجوم الليل الضوايا. فوالا. هي من الاغاني الجميله جدا. اي. الا ما كنتش نعرف أنه كاتبها هو سي المنظر الجريدي. المنظر الجريدي، مرحبا مرحبا مرحبا. ضيفنا اليوم، نورتنا سي المنظر. عايشك الله ينورك. وأنا نفرح برشا كي نستدعاك. عايشك يا خويا. أنت هو نورمالمون يلزمنا نقوموا نبوسوا بعضنا قدام. إي نبوسوا بعضنا بيان سور. احنا بوسنا بعضنا في الكواليس ونبوسوا بعضنا. ربي يفضلك. كراماتي يا خويا لكم الكل. وانت ارتيست كبير ويشرفني معناتها انك تكون ضيفي، وحتى كيصير سوء تفاهم ماذا بيا كل شيء يتعدى يلزم تقعد كان الحاجات الباهيه، خاطر ماناش نقصي الدنيا موتره. خلينا احنا. لا هو انت عملت حاجه باهيه في البرنامج السنة، قللت من الانتوراج نتاعك معاك الاستاذ سي محمد المطري سميده. ربي يفضلك. وانا الراجل هذاك نحترمه جدا، مش مجاملة، مش خاطرني موجود في البلاتو. يعطيك الصحة. ومن الناس اللي قلموا، أنا يعني نعيط له من القلم الذهبي في عالم الصحافة المكتوبة. أي. وهو أي. يعرف هذا. ربي يفضلك. الأخت مريم كذلك كاريزما وحاجة معناها راقية برشا، معناها وأخلاق وتربية. وإن شاء الله يتعدى حوار سليم. سيء سبقت السبت باش يجيك لحد. مطران، ما تمشيش تبدا تلقي لي في القصائد تشكر فيهم بعد. والله الأسئلة اللي كتبتهم مش نطرحهم عليه. واضح. يلا سعيد باستقبال الفنانة الجميلة الغريبة ألطف. مرحبا مرحبا مرحبا. رابور رابوزا، مرحبا بك، نورتنا. جيت معايا، يظهر لي عامين وقت عملت اول تيتر، ما كانش عندك شين يوتيوب. اليوم عندك يوتيوب فيها 133,000 مشترك. جايتكم بقوه. اي بوات ديما وكاسحه وكلاشيت ودنيا. كاو سمعتها الكهو. الكهو باش نسالها سؤال فني، معناها علاش الفنانين الكل نتاع الراب يعملوا صباحهم هكا وديما هذه اليد اليسار نزلت ما نزلتش يديا نزلت. لا يحكي الله يعجبني السؤال بالحق. على لا اشاره بال نزلت يديا مربعه ما نزلتش. لا لا يحكي تعمل فيها يحكي في الاغاني وفي الكل يعملوا هكا علاش تحكي باليد وباليسار ويحكيوا على الفلوس وقت اللي بداوا يعملوا هكا. ما نعرفش على الفلوس. الحمد لله الحمد لله. تحكي على الفلوس كي يحكي والله العظيم. الفلوس هي تفتح قوس. اي راهي الطاف. انا حصل لي شرف اليوم عرفتها في الكواليس في اللوج. راني خدمت لها وتيت امها. وي غنيت وتيت امها. شوف والله وقتها انت كنت مجرد فكره. هذه ما فهمتش جمله. اي فكره. بوا فنان زاد نوجه له تحيه. سي كمال هو اللي بعثني لدار امه باش نغني في دار امه. قال لي اسمع باش تمشي لدار نسابي اللوتيه بتاع مرتي. جاب لهم العز. فرح بهم. تو كي قالت لي بنت كي غنيت لك في عرس بوك امك. اي بي نرجع للموضوع. جات جاء الراب خذا حقه بعد الثورة، ولكن أطلقوا عليه الأغنية البديلة. توا هل يعقل معناها الراب باش يفسخ أم كلثوم، باش يفسخ عبد الحليم، باش يفسخ فريد، باش يفسخ أغاني خالدة في أذهان الشعب التونسي؟ لا ما نعرفش. هو راهو كلمة البديلة راهو اللي طلعها ما القى ما يعمل. فما حتى حد ينفي الآخر.
فوالا فنان عنده متفرج واحد ما نجم حد ينفي فوالا اي جوستومون النجم في حفله هي تطلع يجيها جمهورها في راب وانا يجيني جمهوري في اكزاكتومون معناها فهمتني ماهيش ولكن نحن فما شويه بخل من لي زارتيست الاخرين اللي يمارسوا في قطاعات اخرى كيما الفن الوتري كيما الفولكلور كيما بردوا كي هما طلعوا وعملوا خاطر هما يخدموا بجهدهم وحدهم فهمت تحسهم جوستومون شنو الاكستري اللي تحب تسمحوا لي حق انت مسرحيتي جديده الله الله اي الله الله نسمعوا نشوفوا نسمعوا ترى شوف المسرحيه براكاج تحكي على معاناة المساجين براكاج بطولتي أنا وبطولة زميلي محمد جلاسي وشاركني في كتابة النص عملنا بها عروض تجربة كانت تجربة ممتازة توا باش ندخلوا في صلب الموضوع إن شاء الله في السيزون الجديدة برافو هذا كليب قديم ولكن أنا خدمت عليه الخدمة الكل عملته في 2018 كروان 2017 واستغليته باش خدمت عليه الخدمه الكل وكل ما نمشي ونغنيه الكليب هذا نخدمه في البيس معناه يلقى نجاح مش نورمال مع الببليك الكلمات تاع الاغنيه علي الدعاجي الالحان صالح الخميسي توزيع علي الكعباشي واللي كوميديان اللي خدموا معايا في الكليب يعطيهم الصحة وتحية لهم يلا ترى خلنا نحكيوا شوية معاك صديقي وانت تبارك الله عليك صريح جدا وش رايك فيه انا عجبني انا الحق يعجبني يا زينه ولا بالحق بالحق ولا بالحق يقول كلمته ما يهموش انا أي. اما انا جو تروف اللي معناتها تلمو يتكلم ويقول كلمته ما يهموش اللي جو بونس اللي تسبب له مشاكل معناتها كون زي با معناتها الطريقه هذه تخسر بها برشا انا جو بونس معناتها والله مازالوا ما عنديش مده هكا يطلب بربي منظر ما عادش تتقبح ما عادش كذا يا ولدي مانيش نتقبح انا قاعد نقول في الحقيقه الساكت عن الحق شيطان اخرس اذا كان انا توجه لي انت كمنشطه ولا كمنشط سؤال وانا الراوغ وما نجاوبش بصدق خيبه الحكايه ما تراش اللي فما طريقه نتاع اجابه تنجم تكون معناتها انت سانسير في الاجابه نتاعك سون بور اوتون اتر تري سانسير يعني تقول انت الفاسون بارلي معناتها تنجم اسلوب اللي جاوبت بيه فما اسلوب اسلوب انا نقولوا احنا فما اسلوب نتاع التلفزه فما اسلوب نتاع انت تبدا قاعد مع صاحبك في قهوه ولا تبدا قاعد مع صاحبك في مطعم ولا في دارك ولا فما اسلوب نتاع التلفزه معناتها هذا تعلمته غير سامور اي لا عندك الحق فيها اي خاطر ديما نوفل من اللي اول ما طلعت ديما يقول لي اللي هلكتك هي سبونتانيتي نتاعك مريم في برشا حاجات وعطلتني في خدمتي في برشا حاجات تقول لي مريم راك ياس سبونتاني دونك انا تو نوجه لك نفس السؤال معناتها تقولها له في اول الحوار نتاع يا منذر اليوم اسكت وما تقولنا شيء لا ريت تعطيه لي حوار بارد لا تنجم انت بعد في المونتاج جيت زرقت له اون تي غريب لا ماذا نعرفه ما يسكتش اجبد له يا موضوع ريزون دو بلوس تو جي بوسي انكور بلوس باش يتكلم اكثر كلامك صحيح اللي قلته بالحق ولكن انا والله نحكي اللي في صندوقي فوقي كيفاش تحب نعبر لك بالفرنسي باش تفهمني
ولا بال ما هو باش نكلمك بلغتنا اللي يفهمها الشعب الكل. علاش باش نقعد نعمل في طاوله وكراسي ونعمل لك في مقدمه بتاع ابن خلدون باش تفهم انا جواب؟ فهمت. خلينا نحكي المنظر الجريدي بالحق، عامل سكسيات رهيبه راك بالحق اخت اللعب. باش نكمل شويه في المعنى، معناتها كي نقولوا يا نجوم الليل جوابات يوم يوسف ساري بنت حلال عالم غريب يا عم علي، انت صانع نجوم، لانه فما اغاني صنعت كارير والاغاني اللي ماك تعرف ساعات واحد كيعمل اغنيه ناجحه الاخرى حتى كان خايبه تنجح، معناتها بالحق اغلب اللي تعاملت معاهم بصفه عامه قلت نكري جميل. علاش تقول نكري جميل؟ معناتها شنو تتوقع يعمل الفنان باش يرجع لك الجميل؟ معناتها باري خلصك في غنايه يشكرك في حوار اثنين ثلاثه اربعه خمسه، ما كانك تحب نوع من التقديس. علاش قلت عليهم نكري جميل؟ مش انت تشري في الشبوكه هنا؟ لا لا، هذايا مثلا نقطه تخالفنا فيها انا وياك دون لو تون. اي على نفس الحكايه. أي. انا دائما ندافع. المره هذه باش نتحاوروا. لا نتحاوروا ولا لا. فوالا انا. بيت يوجين. انا اولا خويا نوفل باش يجي نهار باش نمشي على روحي كيما الناس الكل. ربي يطول في عمرك. عاشك. انا ندافع على روحي وقاعد ندافع على قطاع كامل نتاع شعراء وملحنين، ردوا بالكم راهو مش قاعد ندافع كان على روحي، راني ندافع على الشعراء الكل. راهو ما عندكش مزيه كي توقف وتقد، ما انت سميتها تقديس، مش تقديس، هذاك حقي، حقي الادبي والمعنوي، لابد انك تذكرني لاني انا سهرت ليالي، قطعت شعري، هبلت، خسرت ما نعرفش انا، باش انت تغنيها الغنايه ذيك وتنجح بها، كي تنجح بها اضعف الايمان. احنا اش ناخذوا اخي الشعراء والملحنين؟ ما ناخذوا في شيء قدام الناس اللي تدري بكي ساعات يخلص اكثر منك. في غناية الظروف تلزك باش تمد غنايتك هكاك. كي انت ربي نعم عليك ونجحت يا فنان يا مطرب يا عظيم، تنساشك الناس اللي تعبت على خاطرك. هذا انا المقصود. اي دلاجي يوصل الفد مسكين تلمون با مسكين بظفرين، نجحوا العباد بغانيه اللي نهبط يغني ولا يعمل خاطره فد، يقول لك اغاني ناجحه وانا مش معروف. لا راهو هنا ما تقارنيش بالدلاجي، مع احترامي ليه. عليه. ها باش نقول لك علاش. عمل برشا نجاحات الدلاجي. شنو ما سميهم لي انت ترى النجاحات اللي عملهم مصطفى الدلاجي اللي تحكيوا عليه. شنو؟ شنو؟ عم الشيفور ورقص وفي عم الشيفور توا هذيك باش تدخل للذاكره الشعبيه بتاع الناس وباش معناها الاجيال اللي جايه بعد الطاف وبعد وبعد. سامحني عم الشيفور ولا عم علي فما غنى يمس، فما غنى يحرك السواكن. حتى بعد 100 سنة لازمك تسمعوا كأنك تسمع فيه اليوم جديد. أنا شيفور وأنا ربا وأنا واحد، مع احترامي لمصطفى الدلاجي راهو شاعر. مش من احترامي بشوية بشوية شاعر ويكتب وكذا، أما عنده ستيل، أما ما عملش الروائع، ما عملش حاجات شودوفر دخلت الكازيي، ردوا بالكم. بالهي شنو الفرق بين يا عم علي بجاه الله يا عم علي ويا عم الشيفور مشي دبا دبا؟ يا عم غنية عملت انت غنية عملها هو، شنو باش تولي زاد؟ انا عملت نجوم الليل وجوابات انسى. لا لا هذم هذم هذم. يا عم علي عملتها وندمت. شنو باش تحاسبوني على غناية؟ انت ليه خاطر زاد من جملة الأغاني عم علي انا خدمتها الفنانة معينة بري فوت اخطاني فوت خايبة خدمتها على قياسها. أي. هي طلبت باش تكون هكاك وكريت اش صارت، اما كي خرجت ما كريت اش عملت زاد كي غناها نور ربي يخلص وحلو. ربي يخلص وحلو نور الشيبه ان شاء الله يا ربي. معناتها مثلا فوزي بن قمره ديما تجبد فيه وتقول ما خلصنيش، الكواليس اللي يحكيوها العباد يقولوا انك وقتها تعطيه في الاغاني باش تتشهر ماكش طالب مقابل، وانه فوزي كان من الناس اللي شهروك، معناتها ما وعدكش باش يخلصك. انا حكيت ياسر على فوزي. لا ما كملتش سؤالي. شوف تنجم تقول اللي غضتك حفله في القبه فوزي غني في جواباتي اي وخليك تروح تبكي؟ لا مش هو خلاني نروح. لا الوضع معناتها الناس الكل تغني في جواباتي وحد ما يعرف اللي هي جواباتي نتاعك جواباتي ما دخلتش. جواباتي عمرها جمعه، انا وقتها معايا الفنان الشعبي رمزي دغمان وجاله تحيه تحيه لي، قال لي نمشيو نتفرجوا في فوزي، قلت له نمشيو. مشينا القبه عندها جمعه الغنايه، خرجت كي دخلنا نلقاو يغني في جواباتي، تغنيت ثلاثة مرات عمرها جمعة الغناية وقبة كاملة بالبريكيات وتغني فيها معاه. بالله شنو احساسك وانت مولاها الغناية
وانت ماشي دخلت مراسكي ومروح ومروح على ساقيك وانت مولا الغناي. ها جاء من غدوه زعما هو دق علي الباب قال لي والله يعطيك الصحه راك غنايه راه شيخو عليها الببليك البارح حي شد. باهي صارت لك مع الكحلاوي مشيت لحفله مايكل جاكسون. هاي تلقى الناس يغنيوا فيها نانو هبلين 90,000 متفرج يغني فيها نانو هبطت في الصحف في الشروق وفي الواحد بالتيتر بالتيتر هزيت روحك وروحت مقهور زاد بيان سور انا كل مره شو من شيره راني نفرح كي نشوف اغانيه ناجحه ومن شيره نبدا متذمر علاش ومتقلق لاني ما خذيتش مستحقاتي ما خذيتش اللي يرضيني ما خذيتش بو قلت كلمه انت قلت لي راك انت حبيت باش تتعرف معناها انا كل انسان في ميدانه في البدايه نتاعو لازم يعرف بسلعته ويعرف بالكاليتي تاع خدمته ويعرف اما مش بالمضره هذيك اي انا راهو كعباد هما كناس ما عندي معاهم حتى شيء انا نحكي فنيا يا ناس انا نهاجم فيهم فنيا اي معناتها واللي عنده حاجه لحظة. عندي قداش انت تكلمت بما ما خرجوش تكلموا عليه لا صحيح النجاح لا خاطر الحق يغلب اي لا شنو الحق يمكن تغيدك شويه النجاح ساحق حقه بغنيك مش ما ننكروش وينجموا حتى الفلوس هما استغناوا بغنيك وانت قاعد زويلي انا غني لهنا نعرف اما غني لهنا هذايا ما عندهمش هم اللي عندي انا لهنا يغني هنا ما تركب في المترو ويظل حتى كري. انت ما عندكش منه اللي عندي انا لهنا في مخي بارك الله عليك اي اي هذاك الغناء بتاعي هذاك اما الفلوس شنو هي وسيله باش تعيش شنو وسيله معناتها هما استغناوا ملكه وانت قاعد تركب في المترو تغيظك لا ما انا نلبس خير منهم وناكل خير منهم ونشرب خير منهم وعايش خير منهم ربي يزيدك معناتها الحمد لله وتستحق كل خير واكثر نسالك على نصر الدين بن مختار الكوميدي راحل اللي كان صديق مقرب جدا ليك وعندك ذكريات طيبه بيناتكم. نصر الدين الله يرحمه وتعرف نعم. انت تقول انه نصر الدين ما فما حتى كوميدي نفسه في تونس حتى لمين نهدي. فينومين نصر الدين مختار ماهوش كوميدي ما تنجمش تقول عليه كوميدي وتتعدى. نصر الدين عملاق في ميدانه وما ينجمو حد واللي باش يطلع ويسال لي كوميديان اللي خدموا معاه ولعبوا معاه في برشا مسارح يخوف راه نصر الدين ما تنجمش تخدم معاه راه. إذا كان وصلت وقفت مع نصر الدين الند بالند سيرسان وخدمت واجهت الببليك راك أنت قوي برشا. باهي. قدام الراجل هذاك. علاقتك به طيبة ولكن سامحني باش نجبد لك موضوع خايب شوية. يسالش انتهت علاقتك به بطريقة سيئة جدا. لا مش هيش فاهمك. صرحت في جرايد. هاي. أنه سرقك وأخذ لك خدمتك. اي انا تكلمت عن حسن نية قلت راهي الخدمة اللي تعديت. وهذا اللي خلى نصر الدين الله يرحمه يشكي بك. شكاب هي ومات وانتم متعاركين وقف قدام وكيل الجمهورية وعطيت أقوالي كذا ولكن بعد السيد وكيل الجمهورية كيفهم الحكاية وريته برشا أدلة سي مشيت روحت على روحي في الفترة هذيك تعب هو مرض حبيت نمشي ما نكذبش عليك للدار باش نطلع عليه خاطر هو صديقي برشا وخدمت معاه برشا وحتى من غير خدمه يعمل لي الو اي علي ما مشيتش ندمت انك لا مشيت لتفينا ليه مشيت قبل ما يموت ما مشيتلوش وهذا ما حبيش نشوفه في كيكه ما نحبش نشوفه كيكه فهمت والله هذه هي الحكايه اما حسيت بندم انك ما نحبش نحبش واحد انا متخاصم مع واحد ولا متعارك معاه ولا متنابز معاه وربي يهز نتاعو معناها تغيظك فهمت تقعد حاسس بذنبك هو اما راني تعلمت منه الصنعه نصر الدين وتعلمت منه الخبره نتاع فما حكايه سيرسان الكوميدي كي يعملها معناها والمواجهه مع الجمهور صعيبه جدا اصعب من المغنيين واصعب رامي السير خدمتنا هذه اللي تعلمته من عند نصر الدين تعلمت منه الخبث الفني لانه نصر الدين خبيث فنيا الله يرحمه يعرف شي يمد للعباد تعلمت منه برشا حاجات واضح الطاف تعرف تو سميت الاغاني اللي غنيهم كنت في بالك اللي منذر جيدي كتبهم؟ لا ولا لا قول ولا ولا لا خاطرها صغيره قداش عمرك الطاف؟ 21 ولا عنده حتى 13 مسرحيه اما نعرفهم اي بيان سور فماش كل ما نعرفهم الكل أي. نوفل انا صديقي اكثر من 25 سنه ما كنتش نعرفهم
والله العظيم شي مبر يعرف ما نعرفش اللي هو كتبهم هو اللي قال عليه. عملنا حوارات عملنا برشا حوارات. اخر حوار عملناه باش قال لي راه انا كاتبهم. بالله اسمح نحب نقول لسي محمد انت تبارك الله انا من القراء بتاع الصحف. صحيح انا مدمن قراءه يعرفوني نقرا للناس الكل ونتبع الناس الكل. عمري شي نهار هزيت تليفون وقلت لك اكتب علي؟ يستحيل. ولا زملائك او يسمعوا فيا ولا يستحيل يعني. اما باش نذكرك في حاجه 25 سنه التالي كان يجيني في كامل اناقته هو صاحب انت وصاحبك كيوي الله يرحمه شو اسمه الله يرحمه العربي الخميري يجوني بالبابيون كان انيق جدا هو وصاحبه مازال لا هبش قول لك حاجه لا ما وكانوا يقتلوني بالضحك في القهوة وكان فكاهي وكوميدي وممثل ممتاز جدا. من وقت لتوفى صاحبه تحسه منظر ولا يبحث على نفسه الأخرى ما لقاش شكون في قيمة الشخص هذاك اللي قدمته لي سي كيوي. ونحسك رجل حزين أنت كنت بشوش وكانت كشيك شو اسمها كشيكاشو تقتل بالضحك ثم ربما تراكمت عليك الهموم أصبحت رجل حزين وعلى ملامحك الحزن تو تضحك وتفدلك على ملامحك الحزن وأنا نعذر الطبيعة البشرية فاش أنه فنانين تكتب لهم أغاني جميلة بك العمق هذاك ما يذكروكش والتونسي اللي علمك التونسي ما يذكرش الشعر يذكر الملحن يذكر اللي يضرب في الخبالة الزرقاء أما الشعر الكلمة الكبيرة ما يذكرهاش وهذا اللي ألمك أنت وألمني أنا. ما تراش زاد أنت ظلمت روحك سي سي به سي محمد سي منظر الحق هو قال ملامحه إيه كل فنان راه في داخله حزن في داخله حزن حسن باش ترديتوه لي فلسفه حزين ولا يا شيخ ما تنجمش تفهم انت منشط وصحافي ما تنجمش تفهم هذا باش نجاوب اولا ساعة تحيه لصديقي ورفيق دربي اللي اول ما حليت عيني في الميدان الفني لقيته هو العربي الخميري كيوي الله يرحمه وينعمه انا تعلمت منه ريتو كيفاش تظلم الرجل هذاك برشا هذاك اللي قعد لي في ميموري خدمنا برشا مع بعضنا عملنا ثنائي اسمه حسن وحسين دورنا به نجح برقدا من بعد انا مشيت اخترت ثنيتي مشيت خدمت مع زبير اللقاني نوجه له تحيه في كاشيكا شو واعطاني فرصه باهيه برست للناس خدمت في برشا مسرح في الخفاء خذيت الجائزه الاولى في مسرحيه القيود في مهرجان قربه اللي ما حكي عليها حتى واحد الجائزه الاولى عام 88 خذيت الجائزه الاولى في بيريت جنون في اسبوع المسرح قبل ما يولي ايام قرطاج المسرحيه اللي عمره ما حكي عليه واحد فهمت ويحتمل راهو حتى الارشيف ما عندهمش ولا شنو حكايتهم خدمت مع اخويا المرحوم نصر الدين خدمت معاه جنب اللي جنب برشا خدمت مع منجي العوني برشا خدمت مع نور الدين بن عياد برشا خدمت من بعد كي بديت نضرب في الغناء وبديت كذا ماك تعرف توا انا نخدم مسرح ونخدم غناء موسيقى معناها ما تنجمش انا انسان كيف نحب الكيف اذا كان باش نولي مبلبس سي با لا بير هكا نقول نخدم واحده واحده وكهو لا ما مش واحده واحده لا والله واحده واحده عمرك 13 سنه تعمل في سكتشات هي واحده واحده لحظه لا واحده واحده هي لحظه لا مش كيما الناس مش واحده واحده شادين باب التلفزه يستناو في المناشط الفلاني والمناشط الفلاني صباح وليل وراني كتبت انا عملت ميسيلش اما ما نعذروهم شويه خاطر زاد المناشطين ساعات يعني هذا الفنان يلزم عنده انا مش اوصل يا نوف الفنان يلزم عنده كاريزما عنده هيبه وعنده يا ولدي ما تشلكش روحك من المفروض وقتها نجح الناس تطلب هاي المطربين اللي كتبت لهم الكل اسالوهم وهو عندهم الوقت باش يجاوبوا قول لهم عمروش منذر نهار عملكم قالوا راهو عندي غنايه حلوه يجي اسمعها شو مع اللي نجحوا الكل قفيفه منذر ما تردوا لا هما جاوني هذوما مرشيات جابهم ربي سبحانه وتعالى هو اللي جاب لي اللي مرشيه ذوما انا عمري ما نكلم حتى فنان في بنتي ما كلمتهاش باش تقول لها عندي غنايه باش نكلم هيك هاي تسمع بي والله لازم
أو تحضروا لها في ثلاثة أغاني إن شاء الله ربي يوفقكم. بعد الكلاشات اللي عملتهم والنقد وال 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 والبرامج اللي حققت جماهيرية كبيرة، الناس ولات تعرفك بطريقة أخرى معناتها أكثر من أنا عادة. قلتها عندك في 2017 ولا 2018، أنا معروف من غيركم أنتم. والله عندي شعبية من عند ربي، ندخل أي حومة نتحط فوق الروس أنا. الحمد لله. وما تونس كاملة تسمع فيا تو. هي من مانيش الفنان. أما الإعلام زادني يلزم الفنان ما يتشهر بالإعلام. أنا فنان تونسي وخادم وعامل كارير وعامل شو وعامل بومبوم في تونس. سي منظر ما حلالش تعرف تأمن الصحافة تخدم الفنان؟ أكيد طبعا وتلزة تخدم الفنان أكيد. أما كي تبدا صحافة شريفة كما السيد اللي بجنبك بارك الله. أما كي تبدا صحافة ما نحبش نقولها الكلمة ويعرفوا رواحهم هما، مش الكل، فما صحفيين ممتازين في تونس كيما الراجل هذا وامثاله، نحترمهم ونقدس لهم ونحييهم، فما صحفيين يمشيوا يعملوا نصب نتاع خضره خير، والله العظيم. لا ويبعدوا لا هذا في الميادين. تخيل كان واحد يقول لك بطل فن برا اعمل نصبه خضره، تحيل خضره، ما تقول قول فما صحفيين ما يعجبونيش كذا، مش يمشيوا يعملوا نصب خضره. لا نقولها بالواحد، نقولها كيما نقولها في القهوه وكيما في الواد. وليت كيفي. اي سيبوا اي ما انا نحترموا صحفيين حتى كان ما يعجبوكش، اما ربي يعلم بينا شنعني وسيبوا. انا ما قلتش ما يعجبونيش، ما تربطليش خيط تو. شوش قلت؟ قلت فما نحترم الصحفيين الشرفاء كيما سيدي. نحكي عليه يعملوا نصب خضره. اخي تشاو فما اعلاميين باين واعلاميين خايبين، فما صحفيين باين، فما فنانين باين وفنانين خايبين، ما غير ما يعملوا نصب خضره باهين وخايبين. يا هذه حتى خلت عليها توا الناس بالخضره. يلا مريم ثم مكران. يلا زوز اسال وزوز اسال تفضلوا. سي منظر صنع النجوم شبيه ما عملش غنيه تفتق الدنيا لبنته؟ شوف بالنسبه لبنتي أنا قاعد نخدم لها توا كما قال لك نوفل في أغاني خاصة بها. البداية مازال ماكم ريتوها عملت لها حاجة على الحرقة. بنتي صعيبة من الفنانات الصعاب. بنتي هاو باش نفهمك. بنتي كاركتيرها صعيب في اختيار المواضيع وفي ما تحبش تغني أي حاجة، ما تحبش تغني أي كلام. ولكن هي أكثر واحدة تحب تتعامل معايا. وانا اكثر واحد صعيبه معاها هي صدقوني صعيبه معاها انا في الخدمه. علاش؟ لانه غاده من الفنانات نحكي عليها مش كبنتي، من الفنانات اللي بقله تونس تجيب لك مره بعد قديش تجيب لك كعبه كيكه. الله 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 والله شكر العروسه عندها. لا مش شكر العروسه، مش نحكي فنيا مع فنيا راني نحبها فنيا غاده رهيبه ردوا بالكم مش شاقين بها. شرب كان باش يعمل وليد الزين. وليد الزين معايا صراحه قال والله ما في بالي وما كلمني هو حد. ما في بالوش في هما كان جاو حاسبينه راهو ما نحولولوش الدور. هو ما يعلمش بالحق. لا خاطر كان قلت بالعصا كينا بدمها انت ما الغلط معناتها ما قالولوش. لا من بعد راهو سمع عاد. لا من بعد سمع قل له سايب عليك من الحكايه ذي. انا نحبه الطفل هذاك راهو ضامر وعنده مستقبل. اما هو حسيته انا خاف منهم الجماعه ذوكم. اذا كان المخرج بيدو بتاع العمل ما عنده لا حول له هو لا قوه في الـ في الـ في الواحد باش تحكي لي انت على وليده. عليك والله تي نحكي لوجيك يا ولدي. الدور تخدم من الاول البروفيل نتاع وليد يشبه لشورد جابوا حطوه هذايا راهي معلومات مؤكده من السيد اللي كتب راهو السيد اللي تعاركت معاه واش كتب بيه وكتب راهو قعدنا مع بعضنا الله يرحمه وسهرنا مع بعضنا الله يرحمه واضح وسامحته ومسامح ان شاء الله هو زاد يسامحني واضح ربي يرحمه. يلا انا باش نقول حاجه للتاريخ تفضل. انا ذكرت العصر اول من فكر في علي في علي شرب هو سي المنذر الجريدي. علاش؟ لانه انا كتبت مقال هزم كل الرجال الا امراه وانت عندك انت عندي وقريته واعتمدوا المقال هذاك وبنوا عليه المسلسل انتر بارونتيز. كلمني سي المنظر لانه رجل يحفظ الحقوق وقال لي باش نعمل عليه شرب لكن فجاه خذوا المقال هذاك خاطر في سهره رمضانيه انا تكلمت وقالوا خذينا من مقال هذاك الجزء الاولاني وعملوا منه
علي شورب. اما اول ما نفكر باش يعمل علي شورب هو سي المنظر الجريدي. لا باش ما نظموش حق الناس. ايه؟ خاطر انا انسان نحب الحق. اكيد قبلي انا راهو فما الاستاذ محسن بن فيسا هو اللي خمم باش يعمل فيلم على شورب. فيلم لكن بعد ما نعرفش عليه شنو صار. واضح. انا عملت مسرحيه. صحيت. شورب في مجلس النياب الشعب مدونة في الدروا وين هزوا الخدمة خدموا عليها المسلسل هذا شنو صار؟ باش نسألك في الإطار هذا. تفضل. أنت حبيت تعمل علي شورب وعملت هتلر بعض السكتشات على هتلر يظهر لي. لا عملت عملت شورب أما في شكل آخر. دي مش هتلر دي جاك. لا مش ده مش هتلر. علاش تحب هالشخصيات العنيفة؟ أنا نحب نسألك علاش تحب العنيفة هذه ما شخصيات شورب شنو يا جماعة؟ شورب شنو؟ صنع سلام أي أولا يلا خليه يكمل آخر سؤال. يلا السؤال الأخراني فما حاجة مقلقتني برشا في الكوميديا والتهريج. حسب رأيك أنت ما الفرق بين التهريج والكوميديا؟ وتنجمش تذكر لي بعض الأسماء اللي هرجوا واللي مارسوا في الكوميديا الحقيقية لكي يطمئن قلبي. واضح. عديك يا أخوي عديك يا سيما. واللي واللي ترى. لا 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 نسلم حتى في الجريدة نسلم. يلا. شنو تحب مني؟ شنو المطلوب؟ الشخصيات العنيفة هذيك علاش تحب الشخصيات العنيفة؟ لا مش الشخصيات العنيفة. أنا عملت صالح الخميسي شخصية عنيفة. ماهوش عنيف. إلى حد ما. مبارك اغانيه كان عنيفه شويه صالح الخميسي اغانيه كان عنيف شويه حتى في اغانيه الفكاهيه كانت كان ينقد في السلطه ينقد في اي اي ولكن مش عنف عام ولكن اسمع راكي تلقى صالح الخميسي حتى باش ما نخرجوش من الموضوع أيه. نفتح قوس صغير برك راجل لو تعرف شكون كاتبين له ما تعرف أيه. علي الدعاجي حسين الجزيري عميقه احتكوا براجل كوميدي معناها هذاك الرائد بتاع الاغنيه الفكاهيه الفاكهه في تونس في تونس من غير ما تحكي ماهوش شخصية عنيفة راجل فنان يصنع العواد يعزف كان النياجي الثاني في الرشيدية معناها ماهوش لعبة ماهوش عنيف أما شورب صحيح عنيف الكوميديين والمهرجين أنت من نوع التقسيم هذا ولا من نوع ربي يعاون الناس كل؟ لا مش ربي يعاون الناس كل الجي زاد تمرر ريالي وتقول مش نقول الجيش هل فما شكون يفك جمهور حد هو ممكن واحد يخدم اي توا توا خاطر ولات فما كوم ولات فما دنيا اخرى فهمتني اما فما التهريج موجود ولكن احنا شكون اكثر واحد يضحكك وشكون اكثر واحد يهرج في تونس توا شكون اكثر واحد يضحكك اكثر واحد يضحكني اي حتى واحد شنو حتى واحد ما نضحكش انا هكا عندي اوراق ذو وراق ماء ودرشني باش يضحكني بالله ما يضحكونيش اللي يضحكني الله يرحمه ربي يرحمه قاسي شويه راك صعيب شويه بالحق ما نحكش انا ضحكتي صعيبه ما نحكش انا كان جيت ممثل كوميدي ونتفرج فيك في حوار ونقول هكا نقول ياسر صعيب اذكر حتى زوز ثلاثه سامي هزلنا المورال ناخذ بالخاطر لا هزلنا المورال خاطر انت عندك خبره وكذا وعمل لي تواصل الاجيال والفازات عندنا ساحه فيها برشا كوميديين ولكن نمبر وان المرحوم نصر الدين بن مختار بالنسبه لي انا اي بالنسبة لي أنا مش خاطره صاحبي مازال ما جاش شكون يشبع غريزتي في الضحك بعد الرجل هذاك كل شكون اللي ماذا بيك يبطل ما عادش كوميدي لا تبطيل ليه بالعكس لا خليهم أنت سامحني نسألك أنا ما يسالش سؤال تفضل من 2016 ريتش عمل كوميدي ضحك في تونس شد العباد وعمل تيك قبل صار خاتيني عمل زلزال كاشي كاشو عملت زلزال شوف لي حل عمل زلزال وين الاعمال هذيا وين النيفو هذاك تو نحب تصفيقه كبيره على المنظر الجريدي محليه ضيفنا الليله انطاس خلينا نشوف كليب من زوز كليباتك وبيان سور انت رابوزه رابوره رابوزه رابوره وبنيه وبرشا تعليق صاروا عليك من وقتها وفما شكون ضد اصلا انه بنيه صغيره تدخل الراب وغيره ترى الغنايه الاولى باش نشوفوا زوز كليبات الغنايه الاولى شنو اللي بسمح لنا قدمها لنا سونكا 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 هبطها نهار اللي سكرت 100,000 ابوني على اليوتيوب هبط في النهار هذاك تراك سميته سونكا سونكا تراه نشوفوا سونكا ونرجعوا لكم
بلي نكتب توفى الحكايات وكتبتي ما توفاش بلي نعاشر توفى السنوات ومخي ما ينساش بلي عرفت عبيت والدنيا من غير امي ما تحلاش رجعت عطيت فيكم الثقه زيت في قلوبكم ما تسفاش مل علاش ايجا ان شاء الله معرفه طيبه وعلى خير كبش في بحثك ما تبدلش اللغه مهما يصير تيش فما اليوم هي تنشوف الدات ان شاء الله خير ستة اوت مالا كل عام وانا حيا بخير كل عام وانا نزيد نتير تو نزيد نعمل مخير قاموسي ما نمنش لا بالعرف ولا مدير 21 سنة والدنيا تجري بيا بابا ما عندوش مالية جدي ما خليش لو ورث لو سي كسر راسي ما عنديش مستقبلي في ديا قد ما نرجع لامي وبابا اللي عملوه باقي شوي تولوج على ثنية كيما قال دون فاذر حب نبدل المناظر ونحب نبدل حياتي نخبي فلوس على ميتي ومنسيتش كي كنت صغيرة توحشت الماضي الخايب والباهي وزيد لمت العيلة انتي لحبالك طويلة انا نعرف البير وقتاه كي يخرج حد من حياتي نخرج ثاني بونيس معاه وضعفي جملة ما ترى الحمد لله ديما لاباس وحدي على صغر سني انا تحملت هالمسؤولية ربي معايا في كل ثنايا والدي راضين علي صحابي الكل ولاد خاطر ما تحب لك الخير حتى بنير يمالا شنيا وانتي شنيا مشى في بالك عديت هالك وانا مازلت نسالهالك تعدي وعلي دي مثالك توا وينهم الا عينهم حتى يطلع صافي عينهم كي قالوا لي ما تفعلش وفعلت ماشي في بالهم صحف فيهم على زينهم قد ما عرفت عبيد حبوي واخروني وما وخرت موقفتش كملت ما رخيتش غمرت ما وخرتش قدمت حتى بحياتي قمرت باش نوصل للبيت معين انا نهز روحي ونفنتر كيف نشوف الجو مبين تراني نعملهم الكل ما ترانيش في التيك توك نميل كان تحياتي كلها فلوت توا وليت فيها نزين عندي ستيل وصنع لي ستايل ديما ربي صدر عليا باقي مش كدوسي سيف الراب وما خزاش الوجه والمنقي حل في فم والراب مش راقي وهو يزوي كل كفار توا تاكل فيها جناب وتو ندور نحط معك خطا ونحط معك اختار تنضحك عليك العباد اي نعرف ماناش كيف كيف ونعرف لي ماناش انداد يا يزينا بلعنات شاء الله فيكو في راسك فيلك قولي شكون حقك خذالك قولي شكون ولي عديلك شكون نقتل عمر ومالك انتوما على بعضكم تخبيو الطف معاه والضد ولكن الناس ولاو يحترموا ويفيقوا بموهبه اللي انت عندك ما تقول طفله تعمل في راب مطران لو عندك بنيه مثلا عمرها 17 سنه وتقول لك بابا نحب نغني راب جاوبنا على هذا ساعه أنسى ألطاف هي حرة تغني الراب بنتك بنتك اي حرة تغني الراب اسمعني ايش قلت لك اما اذا تغني كلام بذيء نمنحها ريتا نمنحها وكاو بنتي انا نمنحها اما حرة هي تغني الراب وين الكلام بذيء لا قلت له انا قلت له يحكي لي على بنتي مش عليك انت يحكي على بنته مش على مش عليك انت اي ما زلت تقرا باك كيفاش توفق بين القرايه ولا الصباح قرايه نمشي نقرا وفي الليل نكتب نورمال نجم منا ومنا فما سيده يسمعوا غنيك ويعطيوك قرايه ما نعرفش يسمعوا ولا ما يعرفوا لي انا عم موزيك اللي يسمعوك برشا يقولوا الطاف تعمل في راب كاسح معناتها من الاول قالوا خلينا نشوفوها طفله كذا تعمل في راب كاسح معناتها أكبر من عمرك متعرك باش تكمل في ثنية ماهوش غرام خاطر فما برشا غرام وعملوا فيديوهات ومشاو. ثنية باش تكمل فيها للآخر معناتها رابورة. إي بالطبيعة. لا تحلم تولي مهندسة لا طبيبة لا. هذاك هو غرامي كل واحد غرامه كل واحد غرامه فاش جاي أنا غرامي جاي هكا. ما نتصورش عبد مغروم بحاجة باش يجي نهار ويبطلها الحاجة هذيك باش يبقى الغرام تصور يبقى. شنو موقف عائلتك؟ والدتك مازالت مش موافقة انك تولي رابورة؟ لا لا تبدلت. فلوس اليوتيوب دخلت ولا؟ تعمل سهريات انت بخلاف اليوتيوب. لا هي بالفن معناتها مركزه فيه بطريقه محترفه معناتها لدرجه باش من هملت قرايتي علاش هملت قرايتي؟ لا لا ما هملتش قرايتي منا ومن عندك هذه للدار الجواب مش لي انا سيد المخرج ما تعديش الغمزه بالله لا تعدي فوالا دونك هبطت غنيه اسمها سبعه الطاف الغنيه هذيك لشيت فيها ثلاث عباد مازلت جديدة يا لطاف هذا راهو كلاشي عنده 30 سنة خي أنا مش أول مرة راهو نكلاشي خي من أول تراك بديت نهبط فيه قاعدة
اما هذه يعني. مش نكلاشي مش نكلاشي شنو باش نسميها؟ استناني استناني ديديكاس تي ماو كلاشي اسمعني اسمعني ملي بديت نعمل في موزيكا ونهبط في كليبات راه اي تراك باش نهبطو راه فيه معناها لغه لذيك وذيك يعني مش راخ الناس اي حاجه اي تعشق شيخه ومهبه اكثر ما زهي من غادي فلوسي تعبت عليهم اسم شوغر دادي الكلاش هذا لشكون؟ هذاك لاش مش مش من الدومين نكره الوحده نكره اما في حياتك ماهيش نكره اش عملت لك شنو اللي ما تنجمش تعمل ما تخلقتنيش صار موضوع هكا في الدنيا يا اخي شنو الموضوع اللي صار؟ صار موضوع في الدنيا معناها كنا اصحاب وكل بعد صار موضوع تلاكشنا وانا عندي موضوع في راسي يا اخي حتيت وكا وهذيك هي الحكايه رشيد حسين الدوسة اي عليه خاطر كيكا طلع في انترفيو ما عجبنيش عجبنيش كلامه كا الراب مش راقي واللي يعملوا فيه مش راقيين و كا قعد الموضوع في راسي وقت اللي جبت نكتب في سبعة لطاف حط فيه اما كلاشيتو بقسوة نورمال كي الراب نورمال معناتها بقية الكلام ما كملتهمش خاطر كسح شوية شنو يقولوا لك معناتها يكلموك رابورات دنيا حكايات يعطيوك رايهم في كي تهبط اغاني؟ اي بالطبيعه اي الكلاش هذا اش قالوا لك عليه؟ مش على الكلاش هذا كها وكل ما نهبط موزيكا نتقابل انا والولاد مثلا كلاي بلينغوس في استوديو يعجبهم الموزيكا نتاعي وصحيت وهذه باهيه وهذه خير وهذا خير من اللي قبلها و... باهي في نفس الاغنيه باش نكمل من بعد نعطي لجماعه كلاشيت موكا ويظل يهبط ستوري وريت انك في المرسى حومته علاش؟ والله يعني قلت لك كان لقيت موضوع يعني سمعت موضوع يعني انا وعدي في راسي يا اخي مشيت فيه كيف كيف هكيكا وعلاش مشيت للمرسى خاطر عمل ستوري واه انا مش نورمال يجيني للمرسى ماك تحكي بروحك يجيني للمرسى هاني مشيت كلاشيتك في المرسى وينك يا خويا هذيك هي وفيت الحكايه لعبه لعبه صغيره تخافش طفل انت نورمال خوف كان من ربي هما في تقاليد الفن نتاعهم موجود الكلاش من اول الدنيا سيتانونجاج مش معناتها اجى باش نفتخك من بعدك نفسد لك وجهك سيتانونجاج هو جاوبها بفريستايل هارد شويه جيتك للمرسى باش الفريستايل نتاعو قلقك يضحك مش هكاك مش هكاك مش ارتيست مش هكاك مش هكاك الخدمه مش هكاك جمله زاد شوف يا سيدي معناتها رايا بالله احكي لي وراه فما حاجه ليه معناتها شفتك واش تحكي ما انا مغني لها في هرس امها تحب كيف قلت هنا راك تغشش ردوا بالكم انتظروا منها مستقبل كبير هذايا انا جادور جادور سون ستيل فريمون وتفرجت عطيني الاسئله تفضل اي تفرجت في الكليبات نتاعها وعجبتني عجبتني على الاخر وشخت عليها وما تعرف كيف بالحق وعندها ان ستيل بارتيكولي ستيل نتاعها هي ما قلدت حتى حد ما قلقت حتى حد تخدم على روحها ما قلدت حد ما نعرفش ما قلدت حد امان ما قلدت حتى حد بالحق شفت الكليب نتاعها الاخراني انت رديت كيفاش الا في ان بو الامريكان تي سي اسمع اي ان بو الامريكان ما قلدت حد الامريكان لا استنى دقيقه برشا يقولوا تنسبيري من بلينغوز شبهه اي الناس ما حجيبه الناس برشا انت موافقه موافقه ولا نقرا فيهم كومونتيرات اي ستيل بلينغوس برشا يقولوا انت بلينغوس تاع البنات ولا كلاي نتاع البنات ولا راهو حاجه مهمه جدا في كوكبه كبيره نتاع رابوريت معروفه في البلاد تخرج عنصر نسائي في وسطهم وتزاحم وقاعده تفك في بلاصتها قاعده تفرض في روحها راهو حاجه طياره برشا اي حاجه وي وي لا لا معناتها راهو انا استدعيتها قبل ما توقعتهاش باش تطلع هكا معناتها في بالي طفله صغيره اي كمل السؤال كيما قلت لك تعمل في حاجه جديده وإي بي فريمون معناتها نشجعك على الاخر علاش على خاطر خاطرك تخدم على روحك مالغري تون جوناج معناتها عمرها 21 سنه وبديت من عمرها 17 سنه سمعتها 18 سنة؟ 18 سنة بديت من عمرك 18 سنة برافو تعرف علاش شفتي سامحني مش بديت نكتب من عمري 18 راه عندي 6 سنين تو نكتب اي تبارك الله يعني بديت في الدومين عندي علاش انا جادميغ الذكاء نتاعك على خاطر فريمون فهمت اللعبة كومون دي معناتها باللغة نتاعنا فهمت اللعبة شنو معناتها فهمت اللي يوتيوب يدخل الفلوس
محلاها الكلمه نتاع انا مانيش كيفك راني شوغر دادي ومن عشنو ساشون اللي البنات في عمرها توا اليوم لا مود لا توندونس للشوغر دادي تاخذ راجله كبيره عليها في الخمسين سنه وكل شيء يصرف عليها ويدقل لها امورها الكل وتلبس مش كل طبعا في امر فيها بيان سور للتعميم مانيش في التعميم مانيش في التعميم ساشون اللي الظاهر هذا ولات متواجده بكثره معناتها هيا بون ما نغاديش عين شمس بغربان مالوغوزمون معناتها اليوم طفله تبدا حليلتها شويه وتبدا مازالت صغيره تقول لك لو سول مويان شنو هو شوغر دادي راهو يكذب عليك يقول لك دونك انا جادميغ كي نشوف طفله مزيانه عمرها 21 سنه حل شين يوتيوب نتاعها دخل في فليسات على روحها تخدم على روحها هكا مشكل فليسات البرشا شنو يا اخي تحب تدخل مليارات ما عندكش سؤال معشقه اشكرتها صحيح فما رابور كبير طلب يعمل فيتورينج معاك وانت قلت له بشرط ما فيهوش كلام زايد وبطل في تورينج وبطل شكون قال لك ما صارش يعني ليه ليه استنى ذي فما اي فما في تورينج صاير ما مازال ما هبطش صار ساي عملني مازال ما هبطش هذا شكون حكايه لك اي اعطيني مع شكون فما في تورينج مع اللايا سجل هو لولاني وصلني بالكلام زايد قلت له باش نسجل يعني انا الفيرس نتاعي ما عاود ما نكتب حاجه اخرى من غير كلام زايد قال لي باهي اوكي مشي عاود سجل وحاضر التراك فما رابر اخر قلت له من غير كلام زايد وبطل؟ لا مش بطل لا مازال. مازال يخمم. هذاك شرطي مازال، لا لا مش يخمم، هذاك هو شرطي معناها. يبطل معناتها علاش يبطل؟ لا ما بطلش مازال باش يصير، عرفتوا اللي تحكي عليه انت. هو مازال باش يصير. وباش يعمل من غير كلام زايد على خاطرك. شكون هو ما سالش؟ كلاي. كلاي. ايه. برافو اغنيه هي وكلاي ما غير كلام زايد وشرط هذا الشرط باش يشيخ عليه تشيخ عليه انت مش عامل لحيه بالاخر سؤال اخر سؤال بالحق فما قصه حب تجمع كنتي وبلينغوس يقولوا صحيح ولا غلط؟ ليه ليه؟ ليه ليه خويا فوالا يلا والله انت كنت تواصل الحوار فما شكون يقول بلينغوس يكتب لك زاد مانيش عارف اي نقرا في اخي يقولوا لي بلينغوس يكتب لك يقولوا لي ساعات كلا يكتب لك ما عندهم ما يعملوا في حياتهم مش يكتبوا لي ميال والله طب يلا قبل ما تران باش نختموا به الكليب الثاني شنو باش تفرجنا؟ ما نعرفش اسمه ربي معاك ربي معاك ربي معاك يلا نسمعوا ربي معاك مع الطف منظر جريدي الطاف كنا نسمع في ربي معاك شفت يا سيدي زوز قلت ما غير كلام زايد والله اش قولك؟ هو باش نقول لك وانت الليله محلاك شنو حطيت لها الليله معناها؟ اي الحمد ضيوف لله. يعملوا 66 كيف معناها محلاهم بطبيعه الحال انا شيخ وسمعت الاغنيه لكن مش ما فيهاش كلام زايد فيها ما يوحي بالكلمات اللي يستشف منها انها كلام زايد اما ماهيش بطريقه فاضحه كما يعمل بعض يمكن ان نعبر عليه بانه كلام احرش مش زايد احرش شويه ما فيه لعب لقينا مصطلح كلام احرش اي انا نحب نسالك الطاف سؤال باهي هما زوز اسئله باهيه ما فما سؤال ما يتسالش فيه وعليه شنو مضامين اغانيك ولشنو تطمح وحسب رايك انت ما تراش انه الكلام البذيء يقلل من رقه وقيمه الانثى تو راجل يقول كلام زايد بلانغوس ولا شو اسمه اصحابي هذوما يقولوا كلام زايد برا ولا اما كي تقولها فتاه مو تعرف عليهم السنه تعرفت عليهم لا كتبت عليهم يا استاذ كتبت عليهم اما كي تقولوا طفله قبل شهرتهم ياسين منظر كتبت عليهم قبل شهرتهم اما كنت نعتبرهم فنانين ما نعرفش كلمه ثم يا الطاف باش تنصح الرابرات ولا الرابزات ولا شنو يسميوها اللي كيفك باش تنصحهم باه نبدا لك ساعة بالكلام البذيء اللي حكيت لي عليه ما فماش كلام بذيء في تراكيتي يمكن كلام احرش ولمح لك او ما نقولش باه وسؤال ثاني سامحني باش تنصح رابر زيت ولا رابر هل الكلام البذيء يقل من قيمة الطفلة قيمة الأنثى معناها
اي كي تقدر هو الكلام الزايد تقول كلمات كلمات بذيئه. اي اي بالطبيعه ينقص. اما وين تشوف فيه الكلام الزايد؟ لا مش عندك انت، قلت لك بصفه عامه كي تقدر بصفه عامه نحكي على روحي يعني. وتحكي على الانثى اللي كيفك باش تنصحها معناها. معناتها اغنيتك ما فيهمش كلام بذيء لانه داركم شرطين عليك ولا قانعه؟ لا لا انا لا بالطبيعه قانعه قبل كل شيء يعني. ما يجيش طفله صحيح هذه موزيكا والكل، اما ما نتجاوزوش الحدود. ما نتجاوزوش الحدود واضح. وشنو هي مضامين اغنيتك؟ انت راك تقول كلام بذيء راجل لي طفله لا، ما هي مع الكلام بذيء ضده. مش مع الكلام بذيء، مش كانه نوع من العنصريه هذه شويه. مش انفصام في الشخصيه. او عنصريه كما تقول انت. يعبر عليها. تعودنا انه الرجل يقول كلام زايد. هي تقبل كلام زايد ما تقبلوش. هي كرابازة. لا وانا علقت عليك. اي وانت علقت. كمعلق حر. اي حر انت حر. هي تحب الكلام الزايد ما تحبوش. انا ما نحبوش الكلام الزايد. اي فوالا. لا من الراجل لا من المرأة. فوالا. ما نحبوش. فما كلام ارقى. هو كلام زايد. هو كلام زايد يرحم والديك ومحلاك. ألطاف لطيفة. ألطاف لطيفة. واضح. ما نعرفش ما نعرفش هذا الموضوع باش يقعد ديما يجبد وديما يتحكي وديما يتحكي عليه. نوفل وثقافتي انا وثقافة سي المنظر تختلف على ثقافتي. طبعا نحترموهم بيان سور ويحترموا زاد ثقافتنا. احكي لي اش عندك جديد موسيقى جايه جديده؟ باهي جديد نتاع ماكسيموم جمعه يبدا تراك هابط في الشين الطاف وان شاء الله فما فيتشرينغات على قريب وكاها والخدمه ماشيه كيما ديما. ربي يوفقك الطاف ميرسي بوكو يعطيك الصحه. سي المنظر اش قولك فيها؟ والله عندها مستقبل كبير كل صراحه والله والله العظيم. علاش؟ انا من قيمها يمكن من جانب اخر كما قلت لك قبيله مش ساهل مراه مش أي أي. تتسمى زد متعليهم كيسح في طمبك السكسي نتاعهم ودنيتهم وخرجت معاهم وجمهور قاعد يتبع فيها 130 الف ابوني تخيلها لعبه في شان طبعا مش لعبه معناها عندها جمهور يتبع فيها وراضي عليها وعندها مستقبل كبير بقدره الله واضح ربي يوفقك انت ان شاء الله كل ما فما عمل جديد تدلل ونجيو ونواكب ونصدعوك ما احلاها القعده معك. عايشك يا اخي. ان شاء الله ربي يفضلك فيك. اما عندي انا عندي حاجه. بيان سور. هو تعديناها في الحديث ولكن انا باش نرجع بكم شويه كان ما تراوش معايا. تفضل. باش نرجع لاختنا مريم. سالتني انت قبيله على الاغاني وزاولك نتاعك ونحاولك نتاعك. عملت برنامج انت. ما يسالش والله نحكي وراه ما نتغشش منه. الوغ لا طبعا نتكلم ناخذ صباح والله. انت عملت برنامج حطيت فيه جينيريك نتاع ديبي نتاعك جينيريك فان بغنيتي. نتاع شكون؟ بنت حلال. برنامج عملته نتاع العرايس ولا شنو؟ اي اي اخذيت انا عملي فوزي هو جينيريك نسيت والله نسيت. شوفي لي اما بنت حلال. برنامجك راهو هذايا. شوفي لي اما برنامجك. في غنيتي انا جينيريك ديبي وجينيريك فان. اي. نحب نسأل حاجة سؤال. أنت كمنشطة منجة أنا وقتها غادي ومنجة يا أخي ما تسألوش على شكون لي كي أنا باش نحط غناية سي محمد مو يلزمني نشرشي بتاعو لا مش بتاعو شكون كاتبها لي شكون عملها لي استنى دقيقة هي خاطرك الحق أنا مش موجه لك اتهام لا نعرف 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 خاطر حطوك في بياج أنا نحترمك جدا راه سيرتو أنت هذا الكاميرا كلاس ليه اما أي. شفت التلاعب تصير عليك انت زاد ينجموا يجيبوا لك غنايه مولاها حي يرزق وينسبوها لرواحهم وتتحط باسم هي سريعه انت تامن اللي انا نعرف تو باريزون فوزي بن قمره نعرفه بالكدا وما نعرفش جواباتي انت اللي كتبتها ايش يهمنا احنا نحكيو على الغنايه اللي حكيتها انت جينيريك والله ذبتك خاطر جواباتي من اعز سيدتي المنجا شكون يخلصني انت ولا شكون؟ انا خلصك خويا على عيني وراسي هكا كارتك حط في كارتك ما عندي حتى مشكله اعمار يا منجا حقك سالت كلمات والحان شكون؟ سي لقيت انت شديت علي حاجه لا مش شديت ما صدق ربي جبتها له على بلاتو انا قبيله خاطر تعدينا كملنا حبيت انا نوقفك معناها راهو انت كمنشطه غدويك كي يبدا عندك برنامج باش تحط حاجه والله نقول لك حاجه شو اليوتيوب اللي تحكي عليه طفله نقول لك حاجه اليوتيوب ريتم متعدي
مش لوتر تبلانت هاي. لا ما تاخذ لوتوريزاسيون تاع دروا دوتور تاع المولات. انا نحكي لك فما اذا عشر تليفز اليوتيوب نتاعهم تبلانت خاطر عدي وغاني. مع ذلك يجيبوا لي الفنانين بالحق وقت يجيبوا لي فنانين في كلي معناتها جميع الحقوق محفوظه راه محفوظه عند شكون؟ بالحق راه يقول لك هذه نتاعي وهذه وانا ما نفهمش راه بس ليه انت توصل برنامجك هذاك مشى وتفرجت فيه العباد وتبعوا فيه والعرايس وكل شيء مؤثر بغنايتي مثلا صحيح انا توا قدامك انت خاطر في برنامجك يعطيك الصحه ايه. احتراما فيك وكنت باش نكلمك وقتها وما حبيتش نكلمك اما ريت حتى الاعلام عنده دور شويه صحيح لا لا في تهميش انا هنا في الكلام كلمني راني جو ريكتيفي لو تيغ انا 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 في وسط الحصه قلت الاعلام عنده دور صحيح كلامك صحيح ويعطيك الصحه على على ملاحظتك الراقيه يعطيك الصحه قلتها بطريقه راقيه يعطيك الصحه انا باش نعدي فنانه ايش يا اخويا شكون كاتبها لك هذا؟ كان قال لك غنيتي تاعي سهل برشا، قل له جيب لي ورقه من دروا دوتور اللي كاتبها لك. تو عرفت اللي تحكي لي فيه هذا ما كنتش نعرفه. ايه. انا حبيت نحط لك في بالك. واضح واضح واضح. ميرسي جو ميرسي. كلمه واحده دعوه للفنانين من خلال برنامجي باش نكملوا الصوره، دعوه للفنانين يذكروا الشعر ويخلصوه. وكما يخلصوا الملحن واللي يعزف الى اخره خاطر المهضوم الجانب هو الشاعر والله فما شعراء صدقوني والله حتى سمعوني دخلت فيكم والله فما شعراء مرضى ما عندهمش باش ياخذوا دواء وصاير فيهم وتنكروا لهم المطربين مش كان انا كتبت المزود راه فما ناس اخرين معايا راه فما عباد اخرى فما شعراء وملحنين اخرين والله فما شكون مات ما خلصش فما شكون امان انتم عاونونا كاعلام يلزم الشاعر الملحن ياخذ حقه يا اخوي كلامك صحيح ومحليه الراب تكتبوا تلحنوا تعملوا وحدكم ولا تشوفوا منظر محليك الطاف محليك وقبل ما نكملوا معاكم نعاود نذكركم ل 10 ملايين ببساطه تنجم تكون من نصيبك ابعث توا سي على 85 840 جاوب على قد ما تنجم الاسئله باش تقوي حظوظك وتكون انت الفائز سي على 85 840 وال 10 ملايين ان شاء الله تكون من نصيبك. شكرا على حسن المتابعه، شكرا احلى جمهور حاضر معنا، فريق التسعه الكل، فريق الاعداد، يعطيكم الصحه على المجهود اللي بذلتوه، شكرا لمريم يعطيك الصحه، شكرا المطران عايش بارك الله فيك. اليوم الضيوف شكروك بطريقة غريبة أنت حتى أنا تشكرت أي أنت تشكرت أما أنت شكروني خاطر قمت معاهم بالواجب يا نوفل الحمد لله الحمد لله الحمد لله خليت كان الأثر الطيب مريم ما قامتش بالواجب لا يحبوها مريم قامت بالواجب وأكثر وأنت قمت بالواجب بارك الله فيك ربي يفضلك يلا نقعد ونشكر روحنا شكرا لكم نتقابلوا السبت الجاي بالأخير